منكم مفاجأة قسماً بالله يا هي مجنونة. أنتم بتستانسون وبتحمدون الله لأنكم شاركتوا في المفاجأة هذه. تعالوا معي، تعالوا. المفاجأة طبعاً مرة دقوا علي جمعية خيرية الله يجزاهم خير، مرة مجموعة يعني ناس نذروا أنفسهم لخدمة الناس سبحان الله العظيم، وقالوا يا فايز تكفى تجي الله يرحم والديك، في واحدة عندها جار بيت 2500 الظاهر، بدي 1500 وما حد قادر يكملها، وعندها 4 أطفال معاقين، وجينا هالمحتاجة وصورناها هي وعيالها، وأنتوا جزء في العمل الإنساني الخيري. تعالوا شوفوا معنا وش صار. تعالوا. طبعا هذا البيت اللي كنا بنجي ندفع إيجاره تذكرونه، هذا اللي 2500 دي 3000 نزينا 3000. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يغنيك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يا الله جعل منزل مبارك، ما شاء الله تبارك الله. وملحق بعد، لا 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 متعوب عليه متعوب عليه متعوب عليه، بسم الله ما شاء الله. هذا مكرم والله، ضمن ما، لا انا سبب، ما لي فضل، سبب لهم، انا سبب، انا سبب، ما شاء الله ما ما شاء الله تبارك الله. هذا والله ان احسن بيتنا، ما شاء الله تبارك الله، الف مبروك، الله الف مبروك، الف مبروك، تفضل حياك الله. خلينا نسلم على الشباب بس وبجيك الحين. سماح كيف الوضع؟ الحمد لله رب. تمام الحمد، ساكن مبسوط الحمد لله، يعني الان شايف نفسك عليه صح؟ اي كيف الوضع؟ والله الحمد لله بخير. تمام الله بخير، بس رسمك حلو، درع حركات، درع حركات حركات حركات، الله الله يبارك فيك وانت شوك، احلى الان ها كيف تمام مبسوط، حد انا شوتك الحين سياره كان يزيكم. شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، هذا احنا اللي زينا الديكور، والله انت فنيه ديكور. هذا وش اسمه هذا؟ هذا متى كيف الحال؟ اسال الله يشفيك، ما يمضي ما يمضي، ما ادري، اسال الله يشفيك، اسال الله يشفيك، اسال الله يشفيك، اسال المطبخ ما شاء الله تبارك الله. بعد هذه غرفة بعد ما حطيت شيء فيها ما شاء الله، أسأل الله يجعلها منزل مبارك عليكم. حركة إن سبب من الله سبحانه وتعالى، في ناس برعوا لك بريال وناس 100 وبألف وبألفين وعشرة، أسأل الله يجعلها في موازين أعمالهم حتى لما تبرع دعالي. وش تقولي لهم الآن يوم متعب؟ أقول ما قصرت ومشكورين وفرحتون، الله يفرحكم في الجنة يا ربي، الله يجعلها منزل مبارك، بصرتكم جعلوا موازين حسناتهم يا ربي. أنت سعيد الآن؟ سعيد والله اني اسعد انسان انا وعيالي، يوم انه فرحتونا بهالبيت، ما على فضل ما شاء الله، وهذا كلهم من خيرهم، فضل الله فضل الله وعلى خير، الحمد لله لك الله يهنينا يا عنا مبسوطين اليوم. انت بعدين بعد العربيه تعالي على البلاط عادي صح ولا لا؟ باقي ان شاء الله طلعت تقعد ريح نفسك، سويتي لهم بعد؟ لا خلنا نشوف شوف يعني. ما اعرف معاناه ذوي الاحتياجات الخاصه الا اهلهم، شوف ايش سوت لهم، طلع يروحون هناك بالعربيات يروحون هنا يرتاحون النزله. بس شاله سويتي؟ اي مثل هذه نفسها هذه كبيره، برافو عليك برافو عليك برافو. هذاك ما ما مره ما في امل انه يعني، لا هذاك ما طيب المسكين ما يكون بعوره، اللهم بعد ما شاء الله تبارك الله في ملاحق وجايبين الثلاجه وجايبين هذا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذا انا اللي غيرت البلاط اول كان طبعا الجماعه عشان ما ننسى فضل الدوله وفضل وزاره الشؤون الاجتماعيه الله يجزاهم خير، ترى يصرفون لهم راتب لكن على 1000 ريال 1200 يعني يلا تجيب حفايض، انتم عارفين الشيء هذا. الدور الثاني لو طلعنا الدور الثاني ما شاء الله 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 ما شاء الله، ديكور رايق مره ديكور رايق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه غرفتك انت؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا حركات حركات، انت راسك كانك تضغط ضاغط عين هالزين هالمبارك اللي كلن يطلبوا كلن يصلي، ان الله يجزاهم خير عني وعن والدي وعن جميع المسلمين، ان الله يجعل والديهم في الجنه يجعلهم موازين حسنات. اول كنت والله اني ما القى الريال، اني اخذ اسبوع اسبوعين والله اني ما القى الريال، يا رب يا رب يسرتوني انتم من فضل ثم فايز ثم انتم يا رب الله يخليهم لنا يا رب، يجعلنا في ذراهم يا رب، يحماهم ويحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومن كل خطا يا ربي. اللهم والله العظيم اليوم فرحانين والله، يوم جيت انا وياهم هنا نسكن وفرحانين، يقولوا ام هذا وش ام هذا وش، قلت لهم خذوا راحتكم هذا بيتكم. اي شوف الطحن في يوم متعب
الحقيقة لا أشكر الناس لا أشكر الله. أول شيء الله يجزاك كل من فعل خير. إي والله يا ربي لك والشكر الحق. الخاص لمال حقباني. إي والله أنا أشكرها أريس. شوف يا أمة أنا الحقيقة اللي ما أشكر الناس لا أشكر الله. أنا بشكر الأخت مال حقباني في مؤسسة أريس الوقفية، هي اللي دعمتكم واللي وقفت معكم. الله يجزاها خير والله. وطاقمها يا ربي لك الحمد. إن جينا بندفع إيجار 2000 مدي 3000 واليوم ما شاء الله تبارك الله أنت في بيت ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. الله يهنيك والله يجمعك مع عيالك ويخليهم لك. وأنت لازم تزرع. شيء بايز بعد فوق غرفة شقتين بتجرن وباكل منها ربي لك الحمد. الله يجعلها خير وبركة. يلا حبايبي أيها الشباب تقدر تنزل زورك الحين؟ لا بس على الكرسي. وانت ترى هذول إعاقتهم يا جماعة فقط في الأرجل، يعني لو سووا علاج طبيعي ينتهي الموضوع. شوفوا ايش مسوي بعد. شوف ايش مسوي بعد. طلع العيال العربية هذه فيها ونزل الاحتياج الخاص. شوف المجلس بعد ما شاء الله ما شاء الله. شوف كيف شوف لك. انا ما اقدر اروح الحمام ولا شيء، هذه امهم سوت لهم. الله 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 الله. حركات حركات الثانيه. شوف ايش سوت لهم هنا بعد. هذه ب 2500 سويتها. سويت هناك بعد. ها هذا يروح ويجي هنا. حركات حركات الحمد لله ما شاء الله. اسالك بالله لا تحرميني من داعك، ادعي لامي وابوي والله اني ادعي وادعي لكل واحد تبرع لك والله والله خير. والله بهالمغرب اللي كله طالب اني ادعي لجميع المسلمين هم ما يعلم. شكر خاص للأستاذة مها الحقباني في مؤسسة أريس الخيرية. الحقيقة هذه المرأة مهما تكلمت عنها وطاقة ما راحوا فيهم حقهم، ما راحوا فيهم. ألف ألف شكر للأخت مها الحقباني ولكل الطاقم معها في مؤسسة أريس الخيرية اللي يعملون لخدمة المحتاجين. عسى الله يجعلها موازين أعمالكم. وبحط حسابهم الآن طبعا أمتها بالآن أصبح عندها بيت ملك ما شاء الله تبارك الله، وأصبح عندها شقتين فوق تجرها وما راح تحتاج من فضل الله لحد أبدا. عسى الله يجزاكم عنا وعنها. أسأل الله أن يجزاكم عنا وعنها كل خير. أنتوا أصحاب الفضل، أنتوا اللي تبرعتوا، اللي أنتوا نشرتوا الحساب ونشرتوا قصتها. أسأل الله يجزاكم خير ويرحم والديكم.